هو لقاء حول اللقاء هو لقاء على هامش المؤتمر العالمي للإحصاء، واللي نظمناه ما بين المندوبية السامية للتخطيط والرئاسة ديال لا كوب 22 اللي مرأسها السي مزوار، ومع السي مزوار نظمنا هذا اللقاء هذا، واستدعينا واحد المجموعة ديال الإحصائيين وديال الاختصاصيين في الميدان ديال البيئة، لأننا اعتبرنا بأنه قضية البيئة مطروحة اليوم على الصعيد الدولي ومطروحة في المغرب من هذه مدة، وتعطاتها واحد الحجم أكبر بالدور اللي قام به المغرب في الكوب 22 وبالدور اللي تيقوم به في بالمشاريع اللي قايم بها في الميدان ديال الطاقة وفي الميدان ديال التنظيم ديال المدن وفي الميدان ديال العمل في واحد العدد ديال الجوانب ديال البيئة. وبالتالي قلنا هذا شيء اللي خصنا الان نشوفوا فين وصلت المعلومات العلميه والتقنيه في هذا الميدان، ولكن نشوفوا بالنسبه للمندوبيه الساميه للتخطيط بالنسبه للاحصائيين ديال المغرب، نشوفوا اللي هاد الاحصائيين اللي متوفره عندهم الان واحد العدد ديال القدرات ديال انتاج مؤشرات لدراسة وتقييم الوضعية ومتابعة هاد التطورات ديال أوضاع البيئة وديال المتغيرات ديال المناخ، ولكن اللي خاصهم يطلعوا على ما يجري على الصعيد الدولي في هذا الميدان، وفي نفس الوقت يستطيعوا نحققوا البرنامج ديالنا اللي هو برنامج ديال وضع واحد المحاسبة وطنية خاصة على الميدان ديال البيئة. ولهذا هذا اللقاء هذا حضروا فيه الآن واحد العدد ديال المسؤولين من هيئة الأمم المتحدة، من لايفاو، من 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 أوروبا، ومن أفريقيا، باش تداولوا في هذا الوضعية هذه ونخرجوا بواحد العدد ديال الاستنتاجات اللي غادي تستفد منها الإحصاء في المغرب.